دراسة جديدة تكشف ارتفاعا رهيبا في المستقبل لمرضى الخرف على المستوى العالمي وثلاث دول خليجية في المقدمة. إذ من المتوقع أن تتضاعف أعداد الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما ويعانون من مرض الخرف في جميع أنحاء العالم إلى 3 أضعاف عدد الإصابات الحالية المقدرة ب 57 مليونا سنة 2019. وتشير التقديرات إلى ارتفاع الرقم ليصل إلى 153 مليونا سنة 2050. أرجع الباحثون سبب هذه الزيادة الكبيرة المتوقعة في الأساس إلى النمو السكاني الكبير وشيخوخة السكان، مع تزايد تأثير عوامل خطيرة مسببة للخرف في المستقبل مثل التدخين، السمنة، ارتفاع نسبة السكر في الدم وانخفاض مستويات التعليم. تتنبأ الدراسة بأن أكبر زيادة ستحدث في الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، وكذلك شرق إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مع زيادات كبيرة بشكل خاص في دول خليجية مثل قطر بنسبة 1926%، الإمارات العربية المتحدة بنسبة 1795%، البحرين بنسبة 1084%. للإشارة، تتأثر النساء بالخرف أكثر من الرجال، ففي سنة 2019 كان عدد النساء المصابات يفوق عدد الرجال المصابين به بنسبة 100 إلى 69. وبالرغم من أن الخرف يصيب كبار السن بشكل عام، فإنه ليس نتيجة حتمية للشيخوخة، إذ يمكن منعه أو على الأقل تأخيره بنسبة تصل إلى 40% إذا تم القضاء على العوامل المسببة له مثل ارتفاع ضغط الدم، التدخين، السمنة، الاكتئاب، الخمول البدني، السكري، شرب الكحول، إصابات الرأس، وتلوث الهواء. في الأخير، إذا أعجبكم الموضوع لا تنسوا الاشتراك في القناة.